خلوني هنا يعني محتاج ان انا اسمع وافهم مع حضراتكم تحليل لهذه الزيارة وهذه اللقاءات والمباحثات، وايضا تحليل مستقبل العلاقات المصرية العراقية من الاستاذ العزب الطيب الطاهر كاتبنا الكبير ومدير تحرير الاهرام والمتخصص في الشؤون العربية. ازي حضرتك يا استاذ عزب؟ اهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ كنت بتكلم على هذه الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي واستقبله فخامة الرئيس في قصر الاتحادية، وفد كبير ورفيع المستوى من بغداد يقوم بمقابلة نفس الوفد وعلى ذات المستوى من القاهرة. هذه العلاقة ما بين بغداد والقاهرة إلى أين يا أستاذ عزب؟ هذه العلاقات بين القاهرة وبغداد، وكلاهما عاصمتان تاريخيتان وعروبيتان بامتياز، ستصل إلى أفاق، وأنت قلت ذلك، إلى فضاءات أكثر رحابة خلال فترة وجيزة. هي بدأت هذه العلاقات تخطو خطوات متنامية على مدى السنوات الخمس الماضية، سواء على المستوى الثنائي بين بغداد والقاهرة وعلى مستوى أنظمة التعاون الثلاثي بين القاهرة وبين بغداد وبين عمان الأردن. ولكن العلاقات العراقية المصرية لها طابع يتسم بقدر من الخصوصية. لماذا؟ لأن هناك الروابط لا تقتصر فقط على المستويات الرسمية والحكومية، ولكنها تتجدر في البعد الشعبي. ورأينا على مدى السنوات، ربما قبل ذلك أيام النظام رئيس الراحة صدام حسين، كان هناك أكثر من مليوني مصري في العراق، واستقبلوا استقبال كبيرا وساهموا في عملية التنمية والنهوض داخل العراق. والآن العراقيون يبحثون عن ظهير يتسم بالرشادة، يتسم بأنه ليس له أطماع داخل العراق على المستوى السياسي والاستراتيجي، ولكن يبحث عن شراكة حقيقية سواء على المستوى الاستراتيجي أو الاقتصادي أو التنموي، وهذا الظهير يتمثل في مصر. ومن هنا نجد أن هذه الزيارة ليست أولى لرئيس الوزراء العراقي السوداني، لكنها الثانية منذ مارس الماضي. لاحظ الفترة قصيرة، مارس الماضي وحتى الآن فترة لا تتجاوز ربما أربعة أشهر، ثلاث شهور أو ثلاث أشهر. ومن ثم ذلك يعكس رغبة عراقية حقيقية وصادقة في تنمية كل مسارات العلاقات مع مصر وإشكال التعاون مع مصر. صحيح هذه تأتي في إطار اللجنة العليا المشتركة المشكلة بين البلدين في دورتها الثانية. الدورة الأولى عقدت في بغداد منذ أكثر من عامين، والآن الدورة الثانية. ولاحظ أن هذه اللجنة العليا يرأسها رئيس الوزراء في البلدين، بينما معظم اللجان المشتركة بين مصر ودول أخرى يرأسها وزير الخارجية. وبالتالي ذلك ينبئ ويؤشر إلى أن البلدين يعطيان هذه اللجنة أهمية قصوى. وأنا من خلال متابعتي لملف العلاقات المصرية العراقية وجدت أن هناك أكثر ربما من 50 مذكرة تفاهم واتفاقية وبروتوكول تعاون موقعة منذ 2009 تقريبا، أي أكثر من عقدين تقريبا، وكلها موقعة وتمتد إلى مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والتعليم والثقافة والإعلام وغيرها. ولكنها للأسف نتيجة الظروف التي طرأت على البلدين في خلال العقد الأخير يعني عطلت تنفيذ هذه الاتفاقيات، ومن ثم وضعت اللجنة العليا المشتركة في أول اجتماع لها في بغداد الأسس والمرتكزات لانطلاقة في هذه الاتفاقيات. والآن ستكون هذا الاجتماع الذي عقد اليوم في القاهرة هو بداية تفعيل لكل هذه الاتفاقيات، وأضيف إليها اتفاقيات أخرى لتأخذ العلاقات المصرية العراقية أشكالا وأطرا قانونية وأطرا تعتمد على كما ذكرت قبل ذلك من الروابط العروبية والدين والانتماء لمنطقة واحدة والجغرافيا وكل هذه الأمور والبعد الشعبي. طيب، لكنها الآن تنطلق نحو بناء ما يمكن وصفه بالمنافع المشتركة والمصالح المتبادلة، وهذه القاعدة أو المعادلة هي أساس أي علاقات الآن بين دولتين يسعيان بالفعل إلى تحقيق
شراكة حقيقية بينهما لخدمة شعبيهما وليس لخدمة أي أهداف أخرى في كويس جدا. إذن هنا ممكن هفكر مع حضرتك بصوت عالي في صيغة سؤال برضو أستاذ عازب، إنه إحنا عندنا محور ثلاثي وهو بغداد عمان القاهرة، وأنا بعتقد وصححني لو أنا غلطان كانت تنقصه حلقة وهي دمشق. هل تتوقع أنه بعد عودة دمشق إلى الجامعة العربية مرة أخرى أنه تكتمل هذه السلسلة بدخول الحلقة التي كانت تنقصنا ألا وهي دمشق، وبالتالي تصبح المنفعة المتبادلة ما بين الدول الأربعة على كل الأصعدة منفعة كاملة ومتكاملة؟ يعني أنا أتفق معك تماما في أهمية التئام هذه آلية التعاون الثلاثي بنظام دمشق عليها، لكن حتى نكون يعني واقعيين وموضوعيين ايضا، الوضع في سوريا الان نتيجه اعتراضات كثيره طبعا لا 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 يحفز انضمامها الى هذه الآلية الثلاثيه، هياخد وقت ولكن سيستغرق وقتا وربما كثيرا، لان المطلوب الان، ولاحظ ان الجامعه العربيه بقرار من وزاره الخارجيه العرب و وبدفع حقيقي من كل من مصر والعراق والأردن إضافة إلى السعودية والجزائر ولبنان، دفعت بعودة سوريا لاستئناف عضويتها في الجامعة العربية ونظاماتها، لكن كانت هناك جملة من لا أقول شروط لكن جملة من المتطلبات، أهمها أن يتم إحداث توافق حقيقي بين الفرقاء السوريين لإنهاء الوضع السياسي المحتقن وإنهاء الوضع العسكري الذي أدى إلى تقسيم سوريا تقريبا إلى أربع يعني وجود أربع حكومات في سوريا، وبالتالي الأمور تتطلب وقتا، تتطلب يعني في تقدير الشخص وحتى نكون يعني واضحين، تتطلب مبادرة من الرئيس بشار الأسد نحو شعبه ونحو الفرقاء السوريين لاحتواء كل هذه الأزمة ووضع أسس مرحلة جديدة في سوريا وفق المحددات التي وضعت في قرار مجلس الأمن، وهو قرار طلبت به مصر أكثر من مرة رقم 2254، والذي يشكل مدخلا موضوعيا لإنهاء الوضع السياسي في سوريا. وأول خطوة في هذا الاتجاه هو تفعيل اللجنة الدستورية الدولية لإعادة لصياغة دستور جديد لسوريا ووضع أسس نظام سياسي جديد يقوم على المواطنة ويقوم على المحددات الديمقراطية التي نعرفها جميعا. آخر سؤال يا أستاذ عزب عشان مش عاوز أطول على حضرتك، ألا وهو يمكن المذيع في بداية الحلقة وصف أنه دائما ما كان هناك محورا شديد القوة هو بغداد، وطبعا كانت في زمان كانت دمشق، القاهرة، الجزائر. تعتقد أنه إحنا النهاردة الحمد لله الجزائر زي الفل، القاهرة فلين زي ما بيتقال، والعراق يتعافى بمنتهى السرعة والقوة بإذن ربنا ويستقر بشكل كامل في كل مناحي، تعتقد أنه الآلية ممكن تضم الجزائر، يعني أو خلق آلية جديدة تضم بغداد أو تحالف بغداد القاهرة الجزائر؟ يعني أنا في قراءتي ربما هذا مستبعد في هذه المرحلة. ليه؟ لاعتبارات كثيرة، الجزائر يعني لديها مشكلات مع المغرب، وبالتالي عندما تنضم الجزائر لهذه الآلية ربما يعني تضع حساسيات أمام المغرب، وبالتالي تدخل في إشكالية أخرى نضيف المزيد من التعقيد للعلاقات الجزائرية المغربية. وعلينا، وأنا أظن أن القيادة المصرية والقيادة العراقية وأيضا القيادة الأردنية لديهما قراءة صحيحة لهذه المعطيات، فضلا عن أن ربما المسافة الجغرافية البعيدة نوعا ما بين الدول الثلاث وبين الجزائر قد تشكل في هذه المرحلة عائقا، لكن في المستقبل كل الأمور قابلة للتحقق، وخاصة أن الدول الأربع لديهما توافق في كثير من الأمور، بدأت بالتوافق فيما يتعلق بعودة سوريا، التوافق فيما يتعلق بالموقف من الاحتلال الصهيوني لفلسطين وتداعياته الخطيرة على المنطقة، وكثيرا وأيضا حتى فيما يتعلق بالمواقف الإقليمية الأخرى. عظيم، أنا بشكرك جدا أستاذ عزب، كل الشكر لكاتبنا الكبير أستاذ العزب الطيب الطاهر مدير تحرير الأهرام والمتخصص في الشؤون العربية.